مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة كتير طيبة وسهلة وبسيطة وكتير مغذية وبدون لحم وبدون دجاج. اول شي عنا رز بسمتي، كوب رز بسمتي نقعته وغسلته منيح، نقعنا الرز ساعة. ذرة، بصل صغيرة قطعتها بهيدا الشكل، حبتين ثوم، 3 معالق طعام زيت نباتي، مكعب ماجي، فاصوليا حمراء، 3 حبات بندورة. نختار البندورة يكون لونها أحمر، حجم البندورة استعملتها وسط. ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كمون ناعم، وفليفلة مشكلة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البهارات والملح فوق الرز، بحركهم مع بعض. بحطهم على جنب. طنجرة صغيرة بحط الزيت، البصل والثوم، وبقلبهم مع بعض على الغاز. بس قلت البصلة بهيدا الشكل واخدت هيدا اللون الخفيف، هلا اضيف الفليفلة. بحركهم مع بعض. بس حركتهم حوالي دقيقة، هلا اضيف عليهم البندورة، عصير البندورة. بحركهم. ضيف الماجي. كمان بخلطهم وبتركهم يغلوا مع بعض. بس غلوا مع بعض بتأكد انه الماجي داب، برجع بضيف باقي المكونات. الرز، الذرة، الفاصوليا، كمان بضيف فوق الخليط مي مغلي. هذا الكوب اللي عيرت فيه الرز. خلطهم مع بعض. هلا بتركن ليغلو. بس نشفت المي على الرز وصارت بهيدا الشكل، في مي شي بسيط. بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الواحد. هلا بتركن على درجة حرارة خفيفة حوالي 10 دقايق. هيدي الوجبة بعد مرور 10 دقايق صارت عنا بهيدا الشكل. هلا منحطها بوعاء. برش على الوجه شوي بقدونس، واذا حبيتوا بترشوا بصل بهيدا الشكل، شي خفيف بيعطي شكل كتير حلو. وانا عملت على جنبها دجاج، بس انتوا اذا حبيتوا فيكن تعملوها، بتقدروا تعملوها وجبة لواحد ما تعملوه مع دجاج ولا لحمة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد بيشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.